سلام، سأتكلم اليوم عن الإمضاء التاريخي للظاهرة كريستيانو رونالدو في فريق النصر السعودي. سأتطرق إلى هذا التحليل عن طريق الكلام على 3 محاور أساسية. المحور الأول سيكون إجابة عن السؤال المحير للجميع: لماذا ترك رونالدو المستوى العالي الأوروبي وذهب إلى الدوري السعودي؟ في المحور الثاني سنتكلم لماذا اختار رونالدو السعودية أو النصر السعودي كفريق؟ وفي المحور الثالث سأجيب عن السؤال: هل صفقة رونالدو بالنسبة للنصر صفقة مربحة؟ لماذا ترك المستوى العالي؟ لم يترك المستوى العالي، بل ضغط عليه حتى يترك المستوى العالي. أعتقد أن الضربة القاسمة إلى ظهر رونالدو أنه عندما بيّن للجميع أنه يملك قوة جبارة تستطيع أن تزعزع الرأسمالية المتوحشة في هذه اللقطة الشهيرة. والتي خسرت الشركة العملاقة كوكاكولا 4 ملايير دولار في ليلة واحدة. عندما نتكلم على كوكاكولا نتكلم على أمريكا، وعندما نتكلم على أمريكا نذهب لنرى من هم ملاك مانشستر يونايتد وكيف انتقم من رونالدو. وبعد ذلك عندما عمل تصريحه الشهير قبل المونديال وكيف سقطت أيضا أسهم مانشستر يونايتد إلى درجة لم يسبق لها مثيل. الذي حصل، لماذا لم يتبنى أي فريق رونالدو؟ لأنه بكل بساطة رونالدو أصبح مرعبا لأي فريق، خاصة وأنه يملك مبادئ، وهذا لا يتماشى مع المبادئ الرأسمالية المتوحشة. لذلك عرف جيدا أنه يتعرض إلى مؤامرة ربما غير متفاهم عليها، لكنها خلاصة كل فريق وكل مالك فريق أوروبي. المحور الثاني: لماذا اختار رونالدو السعودية؟ عندما قلت هذا المحور ربما يتساءل الجميع لماذا ليست السعودية؟ لا، في السابق أنه كان هناك كثير من المنافسين، كانت قطر، كنا نستطيع أن نقول لماذا ليست قطر؟ لماذا ليست الصين؟ لماذا ليست الإمارات؟ لماذا ليست ولماذا ليست؟ لماذا ليست اليابان؟ لماذا ليست أستراليا؟ لماذا ليست أمريكا؟ السؤال هنا أنه بكل بساطة أنه قطر خرجت من هذه اللعبة. أي لعبة؟ لعبة استخدام اللاعبين الكبار الذين يعملون على تبيان من هي قطر التي ستنظم كأس العالم. إذن خرجت قطر من هذه اللعبة، ولا أعتقد أن الفرق القطرية ستأتي بلاعبين بمبالغ باهظة. أمريكا أيضا خرجت من هذه اللعبة لأنه خلاص 2026 كأس العالم ستجرى في أمريكا، فأمريكا ليس محتاجة إلى ماركتينج باش تعمل إشهار لكأس العالم في 2026. الصين لم ولن تكون اوبشن بكل بساطه لانها ما زالت تحت طائله وباء الكورونا. لا رونالدو يقبل بذلك، ولا الصين. الصينيين في ادمغتهم انهم يستخدمون او يلعبون او يصرفون على مبالغ ماليه في حين انهم يحجرون على الناس في بيوتهم. لماذا السعوديه؟ بكل بساطه لانه جاء الدور ان السعوديه تكون البلد الذي سيكون تحت مناظير العالم كله. لكن هنا نتكلم عن فائدة السعودية، لماذا السعودية من نظرة السعودية، لكن لماذا السعودية بالنسبة لرونالدو؟ بكل بساطة لأن رونالدو إنسان ذكي جدا. حتى لو كانت قطر في مرحلة قبل 2022 كان سيختار السعودية. لماذا؟ لأنه بكل بساطة كل من ذهب إلى قطر كلاعب كبير انطفأ، لكن في السعودية فيه ظاهرة غريبة، ظاهرة عجيبة، والتي هي الظاهرة الجماهيرية. السعوديون يتنفسون كرة. من رأى اليوم استقبال رونالدو ويقارنه بأي استقبال لأي لاعب كبير ظاهرة كزافي أي في قطر سيعرف الفرق جيدا. هذه التجربة هذه ملعب دون نستمر المشاهد هذه اللقطة القادمة من ملعب مصر. هذه النقطة الأولى بالنسبة لرونالدو. أما النقطة الثانية بالنسبة لرونالدو،
ثانيا ليس المبالغ المالية، لأنه بكل بساطة ال 200 مليون دولار التي ستصرف على رونالدو في العام يمكن أن يدخلها رونالدو في نصف عام بمجرد أن يعمل إعلانات على إنستغرام نتاعو. ليست المبلغ المالي الذي بعث برونالدو إلى النصر والسعودية، بل هي أنها يمكن أن تكون فرصته الأخيرة للعودة إلى المستوى العالي. وتعرفون كلكم البند تاع أنو نيوكاسل، وأنو نيوكاسل الآن تابع إلى الصندوق السيادي السعودي للاستثمار، ليس فقط إلى فريق أو إلى كذا، يعني أن السعودية كبلد وراءه، والسعودية لها نظرة تاع 2030 ستعمل عليها من هذا الباب. فتصوروا أنه سيلعب الشامبيونز ليج العام المقبل مع نيوكاسل، وهذا هو السبب الذي جعل من رونالدو يذهب إلى السعودية. المحور الثالث، وهو المحور الذي أركز عليه جدا لأنه لعبتي، هل فريق النصر عمل صفقة جيدة؟ طبعا بعيدا عن من يقول ال 200 مليون دولار كثيرة والناس تعيش في فقر، وكان من الأحسن أن نعمل هذه ال 200 مليون دولار في استثمارات، أو 200 مليون دولار نعملوها نبني بها مساكن أو مساجد أو كذا أو كذا أو كذا. بعيدا عن كل هذه الأمور، ما ندخلوش في شعبوية، نتكلم عن فريق نصر اللي هو فريق كروي عنده جماهيرية ساحقة في السعودية، والآن نيش برك في السعودية، الآن العالم كله يعرف من هو فريق النصر. الآن فريق النصر وضع نفسه في الخريطة العالمية. ساتكلم من الناحية أن تضع نفسك في مكان رئيس فريق النصر، هل هي صفقة مربحة؟ هي ليست صفقة مربحة، هي ضربة معلم يا معلم، هي ما يقال عنها صفقة القرن. أنت تتكلم الجانب المالي عن إنسان يستطيع أن يزعزع شركة عملاقة ملتي ناشيونال في 24 ساعة تفقد 4 ملايير دولار. أنت تتكلم عن رجل عندما تكلم في لقاء صحفي نزلت أسهم مانشستر يونايتد. أنت تتكلم على إنسان عندما بين صورته مع فريق النصر في الإنستغرام، كل مواقع تواصل فريق النصر قفزت 6 أضعاف بل 10 أضعاف. أنت تتكلم عن مواقع كإنستغرام لفريق النصر سيصل إلى 7 ملايين متابع في حين كانت 800 ألف. أنت تتكلم عن موقع تواصل واحد اللي هو إنستغرام الذي أصبح بالنسبة لفريق النصر يمكن أن يدخل له 10 ملايين من الدولارات في العام عن طريق الإشهار. الرجل بيعت قمصانه ربما في الأيام الأولى بمبلغ 100 مليون دولار، يعني نصف ما سيأخذه رونالدو. أنت تتكلم عن لاعب النصر الذي يمكن أن تباع تذاكره للعام كله بمبالغ خيالية. من يقول أنها صفقة يمكن أن لا تكون مربحة لا يعرف الاقتصاد السعودي. لماذا؟ لو كانت هذه الصفقة في قطر لن تكون مربحة بتاتا، بل خاسرة على كل الخط، ما عدا أنها تكون صفقة ماركتينج لوجه رونالدو. لو كانت في مصر ستكون صفقة خاسرة، رغم الجماهيرية أو رغم أن الشعب المصري يتنفس كرة، لكن للأسف الشعب المصري مثلا لا يستطيع كل المصريين أن يشترون تيشيرت بمبلغ 100 دولار لرونالدو، لا يستطيعون الدخول للملاعب من مبالغ خيالية، لكن مستوى المعيشة في السعودية يسمح بهذا الأمر، يسمح بهذا الأمر. زيادة على ذلك أن النصر لن يصبح فقط للنصراويين، سيصبح لكل السعوديين. كل السعوديين سيحاولون الحصول على تذكرة لرؤية رونالدو بطريقة وجها لوجه بطريقة مباشرة. هذه بالنسبة لفريق النصر. إذن الصفقة مربحة ومربحة جدا. هل الصفقة بالنسبة للسعودية ستكون صفقة مربحة؟ هنا سألبس النظارة. إذا أخذت المبدأ من مبدأ أنه بعد 7 سنوات، يعني نظرة 2030 تاع السعودية والتي تطمح إلى أن تكون السعودية بلد ربما يكون في G7 على كل النواحي الاقتصادية والسياسية وعلى كل النواحي قوة، فلا توجد فرصة أحسن من هذه لاختيار الصورة اللازمة لبيع
هذه النظرة للعالم كله، لأن النظرة 2030 تريد بها السعودية استقطاب استثمارات من كل نواحي العالم ومن كل الجنسيات. عندما يكون عندك رونالدو فأنت تقريبا قاعد كأنك تدفع في مئات الملايين من الدولارات كإشهارات ربما لن تأتي لك بربع ما سيفعله رونالدو. كل القنوات وكل الصحفيين سيجرون وراء رونالدو ليذهبون إلى السعودية. وأعرف أنه بنظرة السعودية لـ 2030 أصبح فيه فكر تاع ماركتينغ قوي جدا، إذا تصبح صورة رونالدو من صورة السعودية في الأشهر التي سيبقى فيها في فريق النصر. إذا هلا رونالدو بك في السعودية، مرحبا برونالدو في السعودية، ومبروك للإخوة السعوديين بهذه الضربة الموفقة. أتمنى أنه يكون أعجبكم هذا التحليل، وأنكم ما تنساوش أنكم تعملوا اشتراك في القناة نتاعي وتشاركوا هذا الفيديو. السلام.